بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عدنا من جديد في الدورة الثانية، وغادي نبداو بالتمارين ديال أول درس اللي هو درس المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى. وغادي نبداو بتمارين كتاب المفيد، ومع ذلك غادي نديرو الشرح ديال الدرس. ديجا حطيت لكم الدرس اللي كنت شارحه في السنوات الماضية، مازال غادي ندير لكم شرح آخر بطريقة أخرى إن شاء الله تكون مبسطة أكثر. دونك حنا غادي نبداو بالتمارين حيت هما اللي مطلوبين. دابا غنبداو بالتمرين الأول، الصفحة 64. دونك غنبداو بالصفحة 64 حتى نكملوها وندوزو للصفحة الموالية. إذا التمرين الأول حل المعادلات التالية. إذا مطلوب منا حل المعادلات، غنتعلمو في هاد التمرين حل المعادلات على شكل AX تساوي B. غنتعلمو مزيان كيفاش نحلو هاد المعادلات، كل معادلة غنعطيوها الحق ديالها باش نفهموها مزيان. إذا غنبداو بالمعادلة الأولى، غندير لدينا المعادلة الأولى عندنا 3X ناقص 4 تساوي 7. اذا بغيت نحل هذا النوع من المعادلات، حنا قلنا في الدرس اشنو كندير، كنجمع المجاهيل في الطرف الاول، هذا كنسميه الطرف الاول، هذا الطرف الثاني، وبيناتهم تساوي. دونك المجاهيل كنخليهم في الطرف الاول والمعالم كنحولهم للطرف الثاني. اذا الا بغيت نحول، عندي هنا ناقص 4 في الطرف الاول، بغيت نحولها للطرف الثاني، اشنو كندير؟ هاد ناقص 4 كتولي زائد 4، كنغير لها الاشاره. او بمعنى اخر كيف ما شفنا، عندي ناقص 4، العدو اللدود ديال الطرح هو الجمع. اذا باش نتخلص من الطرح كندير الجمع، عندي ناقص 4 غندير زائد 4، درت زائد 4 في الطرف، غنجي للطرف الثاني ونزيد 4. زدت 4 هنا وزدت 4 هنا، واش غتغير شي حاجه؟ لا. ولكن شنو غدير؟ هنا ناقص 4 زائد 4 غتولي عندي 0. انا تخلصت دابا من ناقص 4، ما بقاتش عندي في الطرف الثاني. في الطرف الاول شنو بقات لي؟ بقات لي غير 3x تساوي ها هي، وعندي 7 زائد 4. دونك هنا حنا قلنا اما ناقص 4 نحولها وتولي زائد 4 مباشره، اولا نزيد 4 من هنا ونزيد 4 من هنا، راه نفس الشيء، ناقص 4 تمشي مع 4، بحال حولت ناقص 4 ولات زائد 4، غير باش تفهموا الطريقه اللي غنبقاو نخدموا بها. دونك من بعد ما بقيناش غنزيدوا هاد 4، غنوليو نحولوا مباشره مع تغيير الاشاره. دونك 7 زائد 4 هي 11. هنا فاش كنوصلوا للمعادله على شكل AX تساوي B، AX تساوي B، A هي 3 و B هي 11. دونك فاش كتكون عندنا AX تساوي B، اشنو كتساوي X؟ X تساوي B على A. دونك هادشي اللي تعلمنا في الدرس، اللي ما فهمش الدرس ارجع للدرس، ضروري ترجع للدرس باش تفهم التمارين. اولا بمعنى اخر، هنا عندي 3X يعني 3 في X، هنا عندنا الجداء. اشنو هو العدو اللدود ديال الجداء؟ عقلوا عليها مزيان، العدو اللدود ديال الجداء هو الطرح، هو القسمة عفوا، كنقسم على نفس العدد. عندي 3X باش نتخلص من هاد 3 غنقسم على 3، قسمت على 3 من هنا اشنو غندير في الطرف الثاني؟ حتى هو نقسم على 3 باش تبقى عندنا معادلة متوازنة، ما تدخلش لينا المعادلة. قسمت على 3 هنا نقسم على 3 هنا، زدت 4 هنا نزيد 4 هنا، نقصت هنا نقص هنا، اي حاجة درتها في الطرف الاول كنديرها في الطرف الثاني. دونك هنا 3 غتمشي مع 3، هانا تخلصت من 3 حيت الضرب كيمشي مع القسمة، 3 مشات مع 3 وغتبقى ليا غير X تساوي 11 على 3، ما نقدرش نختزلها نحطها هكاك. اذا X تساوي 11 على 3. او كان عندنا في الاول كيف ما قلنا AX تساوي B، 3X تساوي 11، يعني X تساوي 11 مقسومة على المعامل ديال X اللي هو 3. ولكن مزيان فهموهم هكا باش ما تغلطوش فيهم نهائيا في التمارين ديالكم. وكنجي كنكتب اذا المعادلة تقبل حلا وحيدا هو 11 على 3. انا ساليت العمليه ديالي. ندوز دابا المعادله الثانيه، عندنا ناقص 2 اكس زائد 5 تساوي 5.
إذن هذه المعادلة اللي عندنا هنا. عندنا الطرف الأول هنا تساوي الطرف الأول ناقص جوج إكس زائد خمسة، الطرف الثاني عندنا فيه خمسة. لاحظوا هنا عندي زائد خمسة وهنا خمسة، خمسة راه هي زائد خمسة، بحال كنت درت زائد بحال ما درتهاش. هنا نقدر نحذف هاد الأعداد مباشرة. حنا قلنا شنو المعادلة؟ المعادلة بحال عندي واحد الميزان، ميزان عندي كفة هنا وكفة هنا. إلا حيدت واحد مثلا كنعبر مثلا عندي ليمونة هنا وليمونة هنا، إلا حيدت ليمونة من هنا نفس الليمونة حيدتها من هنا عندهم نفس الوزن، واش غيتغير الميزان؟ واش كفة غطلع على كفة؟ لا. دونك عندي نفس العدد هنا ونفس العدد هنا، نقدر نختزل به، نقدر نطير هاد خمسة مع خمسة. ما فهمتيهاش اشنو غندير؟ شنو عندي هنا زائد خمسة، شنو هو العدو ديال خمسة؟ زائد هو الطرح، نقص خمسة من هنا ونقص خمسة من هنا، واضح؟ دونك هنا غتبقى ليا ناقص جوج اكس، ها هي هنا زائد خمسة ناقص خمسة مشات هي صفر، وهنا خمسة ناقص خمسة حتى هي مشات هي صفر، دونك غتبقى لي ناقص جوج اكس تساوي صفر، واضح؟ يعني أولا نخلي ناقص جوج اكس هنا، هاد زائد خمسة نحولها تولي ناقص خمسة، وخمسة ناقص خمسة صفر، نفس الشيء. دونك هنا عندي ناقص جوج اكس تساوي صفر، هنا عندي ناقص جوج اكس، أول حاجة شنو هو العدد اللي نضربو في ناقص جوج ويعطيني صفر؟ راه كاين عدد واحد هو صفر. أولا ندير اكس تساوي، أولا نقسم على ناقص جوج من هنا، نقسم على هاد العدد، نقسم على ناقص جوج هنا، ونقسم على ناقص جوج هنا، غتغير شي حاجة؟ ما غيتغير والو. إذا غتبقى ناقص جوج غتمشي مع ناقص جوج، غتبقى لي اكس، وصفر مقسوم على ناقص جوج هو صفر، صفر على أي عدد كيعطينا صفر، إذا إكس تساوي صفر. أولا ندير إكس تساوي صفر مقسومة على ناقص جوج مباشرة، راه نفس الشيء، ونكتب إذا المعادلة تقبل حلا وحيدا هو صفر، عندنا حل واحد هو صفر، واضحة الأمور؟ نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا مزيان السؤال الاول والسؤال الثاني، اللي فهمتوه مزيان غيجيكم الاسئله الاخرين سهلين باذن الله. دونك نبداو بالمعادله الثالثه، عندنا 5 تساوي جوج اكس ناقص 7، يعني إذا نتعلموا واحد القضية باش ما نتلفوش نهائيا، دائما المجاهيل واخا يكون عندنا في الطرف الثاني نحولهم للطرف الأول، حيت كاين اللي يبغي يتفلسف ويخلي لك يخلي المجاهيل في الطرف الثاني ويحول المعاني في الطرف الأول ويصدق غلط. أنت من الأحسن دائما دير المجاهيل هما اللي في الطرف الأول. عندي قلنا باش غادي دابا غادي نتفاكوا مع هذيك العدد، نبقى نزيد من هنا ونقص من هنا ونقسم باش نحيد شي عدد. هنا عندي جوج اكس غنحولها للطرف الاول، باش نحول من طرف لطرف نغير الاشاره، عندي جوج اكس يعني الاشاره ديالها موجبه، غنحولها للطرف الاول غتولي سالبه ناقص جوج اكس. هنا عندي خمسة، خمسة غنحولها للطرف الثاني، حولتها من هنا لهنا، عندي زائد خمسة غتولي ناقص خمسة. ناقص سبعة واش حولتها؟ ما تحولاش، غتبقى كيف ما هي ناقص سبعة. إذا هنا غنخلي ناقص جوج إكس ندير تساوي ناقص خمسة ناقص سبعة هي ناقص 12، واضح؟ هنا عندي ناقص ناقص نقدر نتخلص منها، دابا ندير زائد هنا وزائد هنا، بحال ضربت طرفين في ناقص واحد. أولا ندير إكس وندير ناقص 12 على ناقص جوج ونحسب. دابا إكس شنو كتساوي؟ فاش كنوصل ا اكس تساوي بي، كنشد هاد العدد اللي عندي هنا ونقسمو على المعامل ديال اكس، المعامل ديال اكس هو جوج، دونك هي 12 مقسومه على 2، اولا نقسم على جوج هنا ونقسم على جوج هنا كيف ما شفنا في المعادلات الاولى، وما بقيناش نبقاو نستعملوا هاد الطريقه. راكم فهمتوا دابا علاش كنديروا هكا. اذا اكس تساوي هنا 12 على جوج هي 6، اذا ومنه المعادلة تقبل حلا وحيدا هو العدد 6. ندوزو المعادلة رقم 4، عندنا 2 إكس زائد 3 على 5
تساوي 4 على 5. إذن شنو غندير؟ 2 إكس غنخليها هنا، ندير تساوي، عندي 3 على 5 غنحولها للطرف الأول. أول حاجة نكتب هاد 4 على 5، ها هي بقات في بلاصتها. 3 على 5 حولتها، شنو غتولي؟ غتولي ناقص 3 على 5. إذن هنا جوج إكس تساوي 4، عندنا نفس المقام، مقام موحد، 5 5، إذن غنخلي 5 هو المقام الموحد، وندير 4 ناقص 3 هي 1. إذن هنا فاش كتولي عندي معادلة فيها الكسر، كيفاش نتعامل مع الكسر؟ عندي 5 هنا وعندي هنا جوج إكس، دونك أول حاجة كنوحد المقامات بالطرفين، كنوحد المقام، مقام موحد عندي هو 5، هاد جوج إكس راه بحال جوج إكس على 1، واضح؟ دونك باش تولي عندي المقام هو 5، غنضرب في 5 هنا ونضرب في 5 هنا، واضح؟ دونك باش يولي عندي جوج في 5 هي 10 إكس على 5 تساوي 1 على 5، واضح؟ دابا شنو غندير؟ غنضرب في 5 من هنا ونضرب في 5 من هنا، واضح؟ كيف ما داكشي اللي كنا كنشوفو ديال التأطير باش نعريو على شي مجهول، كنبقاو نزيدو ونقصو ونقسمو، دونك راه نفس الشيء تقريبا. دونك هنا 5 غتمشي مع 5، ضربت في 5 في الطرفين، 5 غتمشي مع 5، هنا 5 غتمشي مع 5، شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي 10 إكس تساوي 1، 5 مشات مع 5 بقات 1، 5 مشات مع 5 بقات 10 إكس. دونك يعني هنا 10 اكس تساوي 1، يعني اكس تساوي هذا العدد اللي عندي هنا مقسوم على معامل اكس اللي هو 10، يعني اكس تساوي 1 على 10، اكس تساوي 1 على 10. هذا هو الحل ديال هاد المعادلة. إذن ومنه المعادلة تقبل حلا وحيدا هو 1 على 10. من بعد الأساتذة اللي كيديروا معكم من دابا الكتابة على هذا الشكل، مجموعة الحلول S تساوي، وكندير بين معقوفتين، S كتعني لي سوليسيون هما الحلول، أو الحل سوليسيون، دونك الحل هو 1 على 10، كنديرها بين معقوفتين. لما كانش دايره معكم الاستاذ بلا ما تبرزطوا بها روسكم. ثم شنو غنديروا دابا؟ ندوزو المعادله الاخرى. وصلنا لاكس على 3 زائد 1، او كنظن نكتفوا بهذا القدر، غنزيدو غير هذه وندوزو نساليو التمرين حيت غادي يكون طويل اكثر، تليفون علمني انه غيدي شارجا. دونك غنمشيو للعمليه ما قبل الاخيره نخدموها، هاد 3 على 2، 3 على 2 تساوي 7 اكس على 4 ناقص 2. اللي لقى شي مشكل في شي معادله من هادو يخليها لي في التعليق وغادي نجاوبكم عليها ان شاء الله. دونك هنا عندي 3 على 2 7 اكس على 4 ناقص 2. اول حاجه ندير فاش يكون عندي الكسور، من الاحسن اول حاجه ندير هي نوحد المقامات ديال جميع الاعداد ونتخلص من المقام. دونك هنا بحال هنا عندي 4، هنا عندي 2، هنا ما عندي والو، يعني عندي 1. دونك المقام موحد، المضاعف المشترك بين 4 و 2 و 1 هو 4. دونك 4 هنا 2 غنضربها في 2 باش تولي 4، نضرب هنا ثاني في 2، هنا 1 غنضربها في 4 باش تولي 4، وهنا ثاني نضرب في 4، واضح؟ دونك 3 في 2 غتعطيني 6، 2 في 2 4 تساوي 7 اكس على 4، ها هي بقات، ناقص 2 في 4 8 على 4. لاحظوا عندنا نفس العدد هنا، فاش كيكون عندي نفس المقام كنتخلص منه، ما كيبقاش عندي نهائيا المقام. يعني شنو؟ بحال درت المقام، بحال درت الطرف الثاني ضربته في 4 والطرف الاول ضربته في 4، 4 كتمشي مع 4 وهاد 4 كتمشي مع هاد 4 وكتمشي مع هاد 4، حيت فاش كنبغي ننشر كندير 4 في 4 اكس في 4 في 7 اكس على 4، 4 كتمشي مع 4 تبقى 7 اكس، وكندير عاوتاني 4 في 8 على 4، 4 كتمشي مع 4 وتبقى 8، واضح؟ دونك هاد الطريقه اسهل طريقه باش تعاملوا مع الكسور. دونك كتبقى لينا قلنا 4 تمشي مع 4، كتبقى لينا هنا 6،
هنا غتبقى 7x، هنا غتبقى ناقص 8، وهنا تخلص من الكسور ولات عندي معادلة عادية. 7x غنحولها للطرف الأول غتولي ناقص 7x تساوي هنا ناقص 8 بقات هنا، 6 غنحولها غتولي ناقص 6، دونك ناقص 7x تساوي ناقص 8 ناقص 6 هي ناقص 14. هنا عندي ناقص وهنا عندي ناقص، يعني بحال غنضرب في ناقص 1، نضرب هنا في ناقص 1 عاوتاني، ناقص في ناقص غتولي زائد غتولي 7x، وهنا ناقص في ناقص عاوتاني غتولي زائد تولي 14. اذا x شنو كتساوي؟ تساوي 14 مقسومة على 7، هاد العدد مقسوم على هاد العدد، و x تساوي 14 على 7 هي 2. اذا كنكتب مجموعة الحلول او المعادلة تقبل حلا واحدا هو 2. واضح؟ اذا هذا كل ما في الامر بالنسبة لهذا التمرين، تمرين مهم، تمرين زوين بزاف، فيه المعادلات جميع الانواع تقريبا اللي على شكل ax تساوي b، شفنا فيه كذلك الكسور. بقاو لنا هاد ثلاثة ديال المعادلات، اللي لقى فيهم شي اشكال يخلي لي في التعليق او يتواصل معنا عبر الواتساب او رسائل الصفحة الا كنتي كتشوف الفيديو على صفحة الفيسبوك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ما تنساوش ديروا اشتراك القناة والاشتراك كذلك صفحة الفيسبوك بالنسبة لصحاب نجمة 6. مازال يلاه البداية ديال الدورة الأولى الثانية، مازال تابعينا مجموعة ديال الدروس، تابعينا الامتحان الجهوي، إن شاء الله غادي نكون معكم حتى الأخير باش تكون عندكم نقاط مزيانة إن شاء الله. دونك نتوما عليكم غير البارطاج، وأنا لي العمل إن شاء الله باش نوصلوا للنجاح. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.